هنتكلم دلوقتي عن مؤسسة حياة كريمة تحت شعار من إنسان لإنسان. أطلقت العديد الحقيقة من المبادرات، وكان ليها مشاركات كبيرة في القوافل والمساعدات اللي داخلة لأهالينا في قطاع غزة بشكل مستدام. وزي ما قلت لحضراتكم، هم جايين النهاردة ومعاهم قوافل جديدة من مؤسسة حياة كريمة. اسمحوا لي نستعرض جهود متطوعي مؤسسة حياة كريمة مع زميلتي بوسينة مصطفى. مساء الخير على حضراتكم جميعا. أنا بوسينة مصطفى، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة. الحقيقة شرف كبير ليا ولكل زمايلي إننا نكون موجودين هنا مع حضراتكم النهاردة قدام معبر رفح من أرض الفيروز سيناء الحبيبة، عشان نوصل رسالة دعم وتقدير للشعب الفلسطيني البطل اللي بيمر بمرحلة صعبة وحاسمة على كل المستويات. عدوان غاشم على المدنيين لم يستثني الأطفال أو النساء أو حتى دور العبادة والمستشفيات. ومن هنا من أرض سيناء الباسلة بنعلن دعمنا الكامل لأهلنا وأشقائنا في فلسطين الحبيبة، ودفعنا عن حقهم في الحياة وفي التمسك بأرضهم وتاريخهم. الحقيقة مؤسسة حياة كريمة وهي مؤسسة قوامها كله من الشباب المتطوع، بنقول عليهم دايما الجدعان، واللي من بداية الأزمة وبالشراكة مع كل مؤسسات المجتمع المدني موقفوش ولا يوم عن تجهيز كل ما يحتاجه أشقائنا من المساعدات المطلوبة، مواد غذائية ومياه ومستلزمات صحية وأدوية. مؤسسة حياة كريمة قدرت توصل أكتر من 2000 طن من المساعدات لقطاع غزة، 66 شاحنة قدرت تشق طريقها لأشقائنا تحت شعار من إنسان لإنسان، وده شعار المؤسسة. كمان أطلقنا أكبر حملة شعبية للتبرع بالدم في كل محافظات الجمهورية، وخصصنا حسابات المؤسسة في البنوك المصرية بالكامل لتلقي التبرعات من داخل مصر وخارجها. والنهاردة وإحنا معاكم هنا جايين ومعانا قافلة جديدة، ومكملين بكرة وبعده وبعده وكل يوم لحد ما نرفع المعاناة عن إخواتنا في فلسطين. وعن دورنا كشباب متطوع، إحنا موجودين هنا من شهر تقريبا بنبذل كل جهد مطلوب لتوفير المساعدات والإغاثات العاجلة لإخواتنا. وكمؤسسة مجتمع مدني بنطالب المجتمع الدولي بقيام بمسؤوليته الأخلاقية والإنسانية لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة اللي بيحتاجها الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع اللا إنسانية واللي بتزداد سوءاً مع مرور الوقت. وفي النهاية حابة أوجه الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين اللي بيشتغلوا في ظروف صعبة جداً وبيتحملوا كل ده عشان يساعدوا أهالينا في فلسطين. وبوجه الشكر للشعب المصري كله على الجهود الكبيرة والحملات الشعبية لجمع التبرعات والمساعدات اللي بيقدمها لتخفيف معاناة أهالينا والمساهمة معانا في تقديم دعم أكبر ليهم. وبنأكد إننا هنفضل موجودين هنا في المعبر عشان نقدم الدعم لأشقائنا الفلسطينيين حتى تحسن الأوضاع، وهنفضل كدولة وشعب متضامنين مع إخواتنا للحصول على كافة حقوقهم. شكرا لحضراتكم.